تزامناً وإحياء العراقيين اليوم العاشر من محرم، لقي أكثر من 40 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات خلال تفجيرين متعاقبين استهدفا موكباً حسينياً شمالي الكوت. وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجارين نجما عن عبوتين ناسفتين وضعتا على جانب الطريق في منطقة الشجيرية التابعة لقضاء الصويرة شمالي الكوت، في حين استهدف هجوم مماثل موكب عزاء في مدينة بعقوبة في محافظة ديالى أسفر عن مقتل 2 وإصابة أكثر من 30 آخرين. وتأتي هذه التطورات الميدانية في يوم شهدت مدينة كربلاء المقدسة توافد حشود محلية وأجنبية وصفت بالمليونية لإحياء هذه الذكرى. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن دخول أكثر من 40 ألف زائر عربي وأجنبي إلى البلاد، قدموا من دول الكويت والإمارات والبحرين وإيران وباكستان وبنغلاديش، فضلا عن إيطاليا وفرنسا والسويد وبريطانيا وهولندا وألمانيا لإحياء ذكرى عاشوراء. منهم ريقهم جفا وحل الليل في الوادي فماتوا وحدهم خوفا. ومن العراق إلى سوريا التي شهدت كذلك مراسم عاشوراء في مرقد السيدة زينب في العاصمة دمشق، إضافة إلى أفغانستان التي شهدت مسيرات عاشورائية مماثلة.